بسم الرحيم المنعم الرحمن، بسم الذي خلق الأنام وذكره في كل قلب نابض ولسان، بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. صدق الله العظيم. إلهي وسيدي ومولاي، كتبت رحمة الناس عليك فضلا وكرما، فالمرجع والمآل والكل إليك عرب وعجب. ما لي عمل يصلح للعرض عليك بل صار عدم، فاغفر ذلي ووقفتي بين يديك إن ذل قدم. إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني، فكم من ذلة لي في البرايا وأنت علي ذو فضل ومن. إذا فكرت في ندمي عليها عضضت أناملي وقرعت سني، يظن الناس بي خيرا وإني لشر الناس إن لم تعف عني. بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. إني ضعيف أستعين على قوى ذنبي ومعصيتي ببعض قواك. أذنبت يا ربي وآذتني ذنوب ما لها من غافر إلاك. دنياي غرتني وعفوك شدني، فما حيلتي في هذه أو ذاك. أيها الجمع الكريم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم ومسعاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. أسأل الله العلي القدير أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا ولا حولنا شقيا ولا محروما. كما أسأله سبحانه أن يجعل ثواب ما يقرأ وما يتلى في هذه الليلة القرآنية المباركة نورا يتقاطر على قبر الفقيد الراحل، وأن يكتبه من عتقائه من النار ومن المقبولين والفائزين يا رب العالمين، وأن يجعله في جنات النعيم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، تكيما لراحلنا الكريم فقيد عائلات عبد الجليل الأكرمين، أهل الواجب والأدب مشاركة لهم في فقيدهم الراحل الحاج علاء عبيدة عبد الجليل، شقيق الحاج شحتة عبيدة عبد الجليل، أستاذ قبر عبيدة عبد الجليل، ابن عم الحاج مصطفى الألفي عبد الجليل، معالي السيد اللواء الألفي الألفي عبد الجليل، مشاركة لعموم عائلات عبد الجليل بكل من فيهم. أسأل ربي جل وعلا أن يلهمهم الصبر والسلوان وأن يربط على قلوبهم، اللهم آمين. أيها الأحبة الكرام، يقول المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه: إن لله أهلين من الناس. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن هم أهل الله وخصته. يحضر معنا في هذه الليلة القرآنية المباركة علمين وقمرين لامعين من أعلام التلاوة بمصر والعالم الإسلامي،
فضيلة العلم القرآني والعلم الإذاعي الكبير، علم مصر والعالم الإسلامي والعربي، صاحب الصوت النديء والأداء الشديد، سفير من سفراء القرآن الكريم، الذي مثل مصر في عدد من الدول العربية والأجنبية، قارئ عزاء السيد الرئيس مبارك، فضيلة القارئ الدكتور عبد الناصر حرب، المحكم الأول دوليا في المسابقات العالمية، وقارئ اتحاد إذاعة وتلفزيون جمهورية مصر العربية. شرفت أيضا بذلكم العلم القرآني، علم التلاوة بمصر والعالم الإسلامي، صاحب الصوت الجميل والأداء المتميز عضو نقابة الغراء بجمهورية مصر العربية، القارئ المبدع المجيد فضيلة القارئ الشيخ محمد نبيل براز. أيها الأحبة الكرام، من أراد واعظا فالموت يكفيه، ومن أراد الغنى فالقناعة تكفيه، ومن أراد حجة فالقرآن يكفيه، ومن لم يكفه شيء من هذا فالنار تكفيه. يقول سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه: والله لو طهرت قلوبكم ما شبعتم من كلام ربكم. هيا بنا نعيش مع دقة الأداء وروعة التلاوة وجمال الصوت. مع ذلكم العلم القرآني والعلم الإذاعي الكبير، قارئ وهب حياته للقرآن، طاف العالم شرقا وغربا كسفارة متنقلة لتلاوة القرآن الكريم، قارئ مجيد لأحكام التلاوة والتجويد، والله على ما أقول شهيد. قارئ إذاعات مصر والعالم الإسلامي، محكم الأول عالميا في المسابقات الدولية الذي تشرف وتفخر به الليالي القرآنية، الذي دائما ما يمتعنا في قرآن الفجر والأمسيات الدينية، فضيلة القارئ الدكتور عبد الناصر حرك، أدعو فضيلته إلى منصة التلاوة كي يمتعنا بدقة أدائه وجمال صوته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم
بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير ولو شاء ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي فالله هو الولي فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك
ربنا يبارك بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا قرآنا عربيا لتنذر أمة القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه وكذلك أوحينا فريق في الجنة وفريق في السعير ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير
أم اتخذوا من دوني أولياء فالله هو الولي أم اتخذوا من دوني أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء وإليه أنيب وإليه
وهو على كل شيء قدير وما اختلفتم فيه من شيء عليه توكلت وإليه أنيب ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب فاطر السماوات والأرض جعل لكم أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء ليس كمثله شيء ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ليس كمثله شيء يا ويقول
له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم إنه بكل شيء عليم له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم فاطر السماوات والأرض فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه يذرأكم فيه ليس كمثله شيء ليس كمثله شيء وهو السميع البصير الله
شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا كبر على المشركين
وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب فلذلك فدع واستغفر كما أمرت ولا تتبع أهواءه فلذلك فدع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما فلذلك فدع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم
خاطرك تشاهده وانت شاهدته 10 مرات انك تعيد الايه دي تاني يجيب الخلاص يصلح حالك نيتك واخرك. الله اكبر. فلذلك فدع فلذلك فدع واستغفر كما أمرت ولا تتبع أهواء كتاب وأمرت لأعدل بينكم وأمرت لأعدل بينكم فلذلك فدع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير. الله ربنا وربكم الله ربنا وربكم لنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير. Thank you.
الله ربنا وربكم. الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير. والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب. صدق الله العظيم. والله لو صاحب المرء جبينا لم يسلم الإنسان من قال ومن قيل. قد قيل في الله أقوالا مصنفة تتلى إذا عتل القرآن ترتيلا. قد قيل إن له ولدا وصاحبة زورا عليه وبهتانا وتضليلا. هذا قولهم في الله خالقهم، فكيف لو قيل فينا بعض ما قيل. هكذا إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام تعطر المكان وشغفت الآذان بآيات الله الواحد الديان، والذي أنزل على نبينا العدنان بصوت قارئنا الكروان، كروان مصر وسفيرها الدائم في أرجاء العالم الإسلامي، سفير من سفراء القرآن الكريم،
قارئ اتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي المحكم الأول دوليا في المسابقات العالمية القارئ المبدع المتقن المجيد فضيلة القارئ الدكتور عبد الناصر. في هذه الليلة القرآنية المباركة التي نكرم فيها الراحل الكريم رحمة الله عليه فقيد عائلات عبد الجليل المرحوم الحاج علاء عبيده عبد الجليل شقيق الحاج شحته عبيده عبد الجليل استاذ جبر عبيده عبد الجليل ابن عم الحاج مصطفى الالفي عبد الجليل معالي السيد اللواء الالفي عبد الجليل باسمهم جميعا اتقدم بخالص الشكر والتقدير لكل من جاء مشاركا واجب العزاء شاكر الهندسة الإذاعية محطات ديزل الكبرى معرض الفن الإضاءة الحديثة الذهبية وبقصور ضيافة المتنقلة عبر جمهورية مصر العربية حج مجدي قضى الله وأولاده مهندس يمني قضى الله مهندس محمد قضى الله والمقيمين بقفر شمال اليمن شاكرا لأسرة تصوير الفيديو صاحب الموقع الإسلامي الكبير على شبكة الإنترنت مهندس رضا درويش والمقيم بقفر شبه اليمن شاكرا خدمات الفندقية متر محمد رمضان والمقيم بنهدورة متر محمد عزمي والمقيم بأبو نبهان ايها الاحبة الكرام شكر الله سعيكم جميعا